واش على فامي، معكم سي 50 فلوغ، فيديو جديد او موضوع جديد. الى كنتي اول مره كتفرج فيا، ابا دابا دير ليا واحد لايك، سبسكرايب، شي كومونتير زوين، او مرحبا بك في هذا الفيديو. هاد الفيديو تجربة دزت منا انا قبل من بدا يوتيوب، كنت مريت منها وسولت الناس اللي فيها واقع عليهم ونصحوني وتبعت داكشي اللي قالوا لي وخرجوا لي الوراق. بالنسبة للموضوع الناس اللي ضاعوا لهم الوراق كيفاش يتصرفوا وكيفاش يقدروا يخرجوا كارد غريز جديدة في حال توضروا لك ولا طاحوا لك ولا تشفروا. اول حاجه الخوج ملي كي توضروا لك الوراق ولا كطيح لك كارت غريز ولا شي حاجه فحال هكا، اول حاجه كتفكر فيها هي كتمشي كدي ديكلاراسيون ديالك، كتمشي عند البوليس كديكلاري بلي راه طاحوا لك الوراق ولا تشفروا ولا هذه. اول حاجه اش كيقولوا لك؟ كيطلبوا لك فوتوكوبي ديالها، وفوتوكوبي لا كارت ناسيونال، فوتوكوبي كارت غريز، وفوتوكوبي ناسيونال ديالك. الا كان الموتور انت اللي كتسوق ونتا مثلا ديالك ما عند انت باقي صغير ما عندكش لا كارت ناسيونال وكتشوف سميت شي واحد اخر، كيجي هذاك السيد هو اللي كيتكلف عادي بحال انت اللي كتكلف، كيحط لا كارت ناسيونال ديالو، كيجيب ديك فوتوكوبي كارت غريس كتكون سميت وصافي، وكيدفع ديك لارانسيو. هو نكمل لكم كيفاش فاش كيطلبوا لك لا كارت ناسيونال، فوتوكوبي لا كارت ناسيونال وفوتوكوبي كارت غريس، انت ما عندكش، كاين اللي عنده كيدير لهم فوتوكوبي مريقل حاطه في الدار عارف الافات كيوقع كيطلبوهم ليه كيديهم. انت ما عندكش فوتوكوبي لا كارت، النصيحه الخوش اي واحد عنده كارت غريز يمشي يدير ليها فوتوكوبي وحطها عنده في الدار حيت ضروري الافات راه كيوقع الخوش اي واحد يقدر يدوز من هذه المرحله. كما قلت لكم انت ما عندكش فوتوكوبي كارت غريز، كيفاش غدير؟ كيفاش منين غتجيبها؟ كي اللي كيتلف ما عارفش، ساهله كتمشي لاسيرونس اللي انت مشبع معاهم، السلام عليكم، وعليكم السلام، بغيت فوتوكوبي كارت غريز ديالي. فوتوكوبي لا كيقول لك عطينا لا كارت ناسيونال، كتعطيهم لا كارت ناسيونال كيطابيوك في السيستم كيطلع لهم بلي راه انت معاهم هادي بالسمية والكنية، صافي كيخرجوك ديك كارت غريز فوتوكوبي. انت كتشد ديك فوتوكوبي كارت غريز اللي عطاوك، كتشد فوتوكوبي ديال لا كارت، كتشدهم كتدفعهم كدير ديكلاراسيون ديالك، ديكلاراسيون كتخرج لها 24 ساعة. علاش كياخذوا احتياطات ديالهم هما البوليس؟ علاش كيقول لك تقدر تكون مدرى لك في الدار، تقدر تكون طاحت لك وجاب لك شي واحد، فالاك كياخذوا الاحتياطات ديالهم. صافي ملي كدوز 24 ساعة كتمشي كتاخذ ديك الديكلاراسيون ديالك، فيها السميه، الكنيه، نوع الدراجه، المهم شي معلومات كيتعلقوا بك وبالموطو. انت شنو هو غدير؟ غتشد فوتوكوبي لا كارت وغتشد ديك الديكلاراسيون اللي عطاك وغتمشي لاقرب سيرفيس ديميل حداك ولا اللي دفعتي ليه النوبه الاول، كتمشي كتدفع لهم فوتوكوبي لا كارت والديكلاراسيون، صافي كيخرجوا لك شهاده الملكيه في السينيوم هي اللي غتقدر تسيركيلي بها. واحد النصيحه، ما تقدر تسيركيلي بديك ديكلاراسيون، ماشي تقول راه ديكلاريت صافي راه يخرجوا ليا، تقدر تسيركيلي بموطور بهاد ديكلاراسيون لا، حيت لا شدك بوليس ديال المراقبه غير يراقب لك الوراق يلقى عندك ديكلاراسيون ما يعقلش عليك يمشي لك الموطور. دونك انت اخويا باش ما طيحش في هذا المشكل حط موطورك سير خرج شهاده الملكيه وديك الساعه سيركيلي به. شهاده الملكيه كيفاش تكون في السينيوم؟ راه اغلبيه الناس راه عارفينها وغايقولوا له هذيك السينيوم ملي غيتسالي السينيوم غتمشي عندهم باش تاخذ كارت غريز، تقدر الا خرجات مزيانه كتاخذها، ما خرجاتش كيعاود يكاشي لك مده اخرى عاوتاني الا تقدر ترجع فيها وتاخذ كارت غريز ديالك، وديك الساعه تقدر تسيركيلي بموطور عادي كيما بغيتي، ما كاين حتى شي مشكل. ونصيحه الخوت بالنسبه للناس اللي عندهم الاوراق، بالنسبه للناس اللي عندهم الاوراق سهله، كاينه تجويبات هادو كيكونوا في البزيطين، هادو غتشد انت النيميرو ديال التليفون ديالك وغديرو في شي ورقه وغتحطها هنايا، ولا الناس اللي عندهم كارت فيزيت يحطها هنايا صافي فيها النمره ديال التليفون. علاش؟ حيت واحد النهار يقدروا يطيحوا لك شي حاجه يلقاهم شي واحد يحل يلقى النمره يعيط الو السلام عليكم انا لقيت واحد الوراق واش انت فلان بن فلان؟ صافي كدير معاه في شي بلاصه كيمشي كيعطيك وراقك، راه باقيين ولاد الناس اللي كيتعاملوا بحال هكا، واغلبيه يقول لك دور معايا وادي وادي وانا وانا، المهم صافي 20 درهم باق فاري وخذ وراقك والسوارت. السوارت تا هما كاين واحد اللصقه كتباع هاد مو السوارت ولا عند دروغري، تجد تلصقها واش كشف النمره ديالك، بالنسبه لها طاحوا لك شي نار ولا شي حاجه يلقاهم شي واحد يعيط لك
ويجيبهم لك وهكذا كتقدر تحل امور بساط كتقدر تفاداهم وصافي. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو. نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. ولا عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب شي كومونتير زوين. كان معكم سي 50 فلوغ. تلاقوا في فيديو جديد. بيس. What do you jump?